في الذكرى السابعة لانسحاب الجيش السوري من لبنان، نظمت مؤسسة بشير رجميل مسيرة راجلة انطلقت من الأشرفية إلى منطقة الزعرور، واختتم الاحتفال في ساحة الشهداء في زحلي، حيث وضع نائب نديم لجميل إكليلا من الغار على نصب شهداء المقاومة اللبنانية، وقال: جئنا لنقول لزحلي بأننا واحد في خط واحد. وتحدث النائب إلي ماروني مؤكدا أنه بالمرصاد لمن يحاول تحديد مصيره بإيجاد قوانين انتخابات. وكانت كلمة للنائب طوني أبو خاطر أشار فيها إلى أن لزحلي صولات وجولات، وليس غريبا وقوفها في خط وطني.